أصدقائي الأعزاء، مساء الأنوار، مساء السرور، مساء المساء على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة. حديثنا بمشيئة الله هذا المساء من قناة صوت الإنسانية، من القلب إلى القلب، بعنوان الحضن العربي الأجرب. حقيقة أخوان، مرات يعني نستغرب إحنا من هذه المواقف. ما نريد نستعرض مواقف الأردن أو مواقف الدول العربية اتجاه العراق وسلبياتهم، ولكن لفت نظري أحد الأخوان خابرني البارحة، يقول يا أخي ليش فيزا سوريا 80 دولار؟ يقول في حين يعني السفر بالباص يعني النقل البري 120,000 دينار ذهاب وإياب 7 أيام و8 ليالي، 8 ليالي و7 أيام، يقول يعني 3 وجبات طعام، ولكن 120,000 دينار يقول رخيصة، ولكن ليش 80 دولار؟ 80 دولار الفيزا السورية، يعني ليش 80 دولار؟ هواية، هم منو بده يروح سوريا؟ بده يروحون سوريا الناس التعبانة، يعني منو؟ المتقاعدين، الناس كبار السن، المحبين لأهل البيت. المفروض سوريا ما تسويها 80 دولار، ختسويها 10 دولارات 15 دولار، تسويها مجانا. ليش تستغل العتبات المقدسة؟ يعني أهل البيت هناك زينب وبعض الفاطميات ويعني وراس الإمام الحسين هناك، يعني هواية يا أخواننا الأعزاء، هواية 80 دولار هواية. يعني عائلة تروح من 4 نفرات يخسروا لهم، يعني ايش قد يخصون بال 300 400 دولار؟ راح تخسر العوائل، يعني كل واحد 80 دولار، هواية، كلش هواية. وهذا يعني استغلال، يعني انا اعتبره برأيي استغلال من الجانب السوري الشقيق. زين، وبعدين احنا من ضمن الحضن العربي، يعني مو اكو يقولون الحضن العربي والعمق العربي وما ادري شنو. هسه لبنان مجانا بدون فيزا، ليش لبنان مجانا بدون فيزا بينما سوريا 80؟ وسوريا مستفادة من العراق كلش هواية. ما نريد نحكي هسه بفوائد وهاي المسائل، ما نريد ندخل بيها وحتى ما نطول الموضوع ونناقشه. اخواننا الاعزاء، اتمنى من الاخوان ان يعلقون على هذا الموضوع ويشاركوه، عسى ولعل ان تسمع السفارة السورية ان تسوي الفيزا مجانا او تسويها 10 دولارات او 5 دولارات او مجانا، يعني ختسويها مجانا ما تقصد شيء، لان العوائل العراقية ما رايحين يشتغلون بسوريا، العوائل العراقية ما يشتغلون بسوريا، بالعكس سوريا 3/4 الآن الأيدي العاملة السورية موجودة بالعراق دا تعمل، هم دا يشتغلون عندنا، ومو عيب هذا، احنا هم اشتغلنا بسوريا وسوريا تشتغل عندنا وإن شاء الله احنا بلد واحد يعني. بس 80 دولار فيزا هواية، هذه يعني حقيقة غير هواية. يلا يا أخوان، ما أريد أطول عليكم، الآن احنا على أبو نؤاس وهذا الجو الجميل، الجو الممطر، ان شاء الله مطر خير. اخوان شوفوا هنا يعني اعمال كلش واسعه، الان اعمال جسر الجادريه على الجهه اليسرى الان يشتغلون به، وهذا جسر المعلق، ونقول لكم مع الف سلامه وعاش العراق.